اتوقع الاولويه الاتحاد. اكيد الاولويه الاتحاد. صدقني بقول لك شيء, لو عشت نادي الاتحاد صراحه يعني ما ادري ايش اقول لك صراحه, لو عشت نادي الاتحاد بالذات نادي الاتحاد يعني. طيب هلا شو صار عليه؟ هلا انت احتياط وفلوسك لسه ما اخذتها وعدت تاخذها واعطوك اجازه اجباريه وقالوا رحت وما رجعت, طيب شو اللي عدا عما بدا؟ كمان هلا فيك تروح, ليش متمسك فيهم؟ والله شوف ابو كرم, السر في القرار هذا اللي قلته. انت لو لاعب وعشت في نادي الاتحاد بين جمهور الاتحاد وهذا تعرف السر. مؤثرين ما عشت الاجواء يا حميد. انا عشت الاجواء ما اقول لك صعب. مؤثرين فيك كثير الاتحاديه فعلا. اكيد انا قلت لك عشت ايام من اجمل ايام حياتي يعني في نادي الاتحاد, مش طبيعي يعني. ذكرت هالجانب في اكثر من مقابله, ان تفتقد الجمهور هنا لدرجه انك تلعب تحس جمهور نادي الاتحاد. انت جيت على الجرح. شو يعني جمهور الاتحاد صراحه ذا يعني له مكانه خاصه عند اسامه, يعني شيء قد ما قلت على ذا الجمهور صراحه ما حو فيه حقه صراحه. بالاحصائيات طلعوا اكثر جمهور حضورا, هم اكثر جمهور نمبر 1. ما قلت لك انا لك شو بتقول لهم بكلمتين؟ والله انا مشتاق لهم, وانت الله يديك جبتي على الجرح. الدوليين فهي دي المشكله, انما نادي الاتحاد انا عشت فيه من احسن سنين حياتي, يعني 6 شهور في تاريخي في الكوره اديت بشكل كويس جدا, حبيت الجمهور جدا, يمكن يعني انا متاثر لحد الوقت النهارده بجمهور نادي الاتحاد, بلعيبه نادي الاتحاد, بناس كتير في جده في الاتحاد, خاصه ان انا يعني وحشوني بصراحه.